السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 6150، 3 أشخاص منهم فقط يحتاجون الرعاية. خروج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية لمختلف الأسلحة، ووزير الدفاع يعبر عن أمله في أن تسهم الدفعة في تنمية البلد. ندوة صحفية في نواكشوط تناقش واقع الصيادين التقليديين وتدعو إلى توفير بنية تحتية ووسائل للإنقاذ. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولي الزحاف إن المصالح الصحية في البلاد. أدى وفد من وزارة الداخلية والإسكان والتجهيز والنقل والمياه والصرف الصحي والتنمية الريفية زيارة إلى ولاية قدماضة، وعقد الوالي الطيب محمد محمود اجتماعا مع الوفد حول تقدم الأشغال في رزمة مشاريع صرنة وتطوير مدينة سيليبابي والتي وضع حجرها الأساس نهاية العام الماضي، وتتضمن بناء مستشفى ووحدات سكنية ومحطة نقل وسوق للمنتجات الزراعية. وتفقد الوفد مدى قدرة الجسور في الصمود على الصمود مع احتمال اجتياح سيول لها في موسم الأمطار الحالي، وحدد الأحياء السكنية المهددة بالسيول والتدابير الوقائية المناسبة. قال مدير الصحة العمومية دكتور سيدي ولي الزحاف إن المصالح الصحية في البلاد سجلت 35 حالة جديدة من كورونا إضافة إلى 93 حالة شفاء. وأكد ولي الزحاف ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 6150 حالة، منها 4300 حالة شفاء و156 حالة وفاة. مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية لجائحة كورونا في بلادنا. وفيها اليوم 35 حالة جديدة، كلها حالات مخالطة، وفيها حالتان وافدتان، كما فيها شفاء 93 شخص ولله الحمد دون وفيات في 24 ساعة الأخيرة. وإذا بلغ عدد الحالات إجمالا 6151، منها 5831 من المخالطين، و 147 من الحالات المجتمعية، و 173 من الوافدين. كما بلغ عدد حالات الشفاء 4299، والشهداء 156، ليتغمدهم الله برحمته الواسعة. وأعلن ولي الزحاف عن تراجع عدد الحالات النشيطة إلى أقل من 1700، من بينهم 3 أشخاص فقط تحت الرعاية الطبية. وقدم ولي الزحاف خلال النشرة اليومية حول الحالة الوبائية أرقاما عن الفحوص التي أجرتها الوزارة عن الوباء، وبين توزيع على الولايات وتوزيع الإصابات الجديدة على المقاطعات. الحالات النشيطة اليوم عددها 1696، منها 1652 بدون أعراض، 41 لديهم أعراض خفيفة، وثلاثة أشخاص تحت الرعاية. أما الفحوصات فبلغت 59172، أجريت 439 منها خلال 24 ساعة الأخيرة، 115 للمتابعة و324 للتشخيص. تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 25 من الحوض الشرقي، 3 من الغربي، 3 من العصابة، 10 من برغل، 6 من البراكنة، 8 من الترازة، 16 من أدرار، 24 من غذيبو، 3 من تقانت، فحص 1 من قديماقة، 4 من تير الزمور، 6 من إنشيري، 161 من نواكشوط الغربية، 106 من الشمالية، و63 من الجنوبية.
الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي بين المقاطعات: حالة في عمرش، واحدة في باسكنو، بنتان في مبود، بنتان في غوصو، بنتان في القصر، 12 في تبرق زينة، 6 في تيارت، 3 في توجونين، 5 في عرفات، وحالة واحدة في الميناء. أعلن مساء الجمعة من مباني المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار عن تخرج الدفعة السادسة من الطلبة ضباط العاملين. تضم الدفعة 69 ضابطا، من بينهم ضابط من دولة مالي وضابط من دولة ساحل العاج. وأعرب وزير الدفاع الموريتاني حنان أولسيدي عن أمله في أن يساهم هذا التكوين في رفع التحديات التنموية بشكل عام. نظم عدد من الفاعلين في الصيد التقليدي بالعاصمة نواكشوط ندوة حول واقع الصيادين التقليديين والتحديات التي تواجههم والمخاطر التي يتعرضون لها في إطار العمل. طالب المشاركون بتعزيز البنية التحتية للصيد التقليدي بوسائل الإنقاذ، داعين إلى إشراك جميع الصيادين في عملية إصلاح القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. الإعلان في العاصمة نواكشوط عن تشكل جبهة جديدة للدفاع عن حقوق الصيادين التقليديين تضم عددا من النقابات والهيئات الحقوقية. جبهة الدفاع عن الصيادين التقليديين، وهذه الجبهة تتكون من منظمات حقوق الإنسان. بالمناسبة نشكر أولا فناد لاستقبالها للجبهة واستقبال هذا المؤتمر الصحفي. بدأت أنشطة الجبهة المعلن عنها بتنظيم ندوة صحفية حول واقع المهنة والمصاعب التي تواجه العاملين بها. تركزت الندوة حول التأكيد على أن الصيد في أعماق المحيط ليس نزهة، مستعرضة في ذلك السياق أبرز ما يعانيه الصيادون خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية ووسائل الإنقاذ. خطورتين قالوا لا سيكوريتي، هين قالوا الامن، ما عنده امن، ما هو امن. في السنه الماضيه ماتوا 10 رواقيش عند حاشيه الموجه، 10 رواقيش ما جابوا حاجه ينقذ. سيل بريكراف هذا اخطر شيء موجود. مد عند الحاشيه ماتت، ما هون انقاذ، وسيله انقاذ تقدر تمشي تنقذ هذا. وهذا من اكبر المشاكل اللي تجبر البحر، ناهيك عن مشيه في البحر. مشيهم في البحر، واحد منهم يوم شو واحدة منهم ما بعت مشاو راعي قارب من واديبو ما رضا كنيش سكا بريزان ما قطنا فتنا كلمنا عنه ما فتنا كلمنا عنه ايشي. وتحدث مشاركون في الندوة عما قالوا إنها ضرائب مبالغ فيها تفرض عليهم، حيث ارتفعت رسوم الترخيص من 10,000 أوقية قديمة قبل سنوات قليلة إلى أكثر من 50,000. التراخيص كي قال كوليغ بسار هذا اللي قالوا لا ليسانس كانت اصلا اللي نعطيكم اخبارها كانت ديك الساعه ب 10,000. في السنوات الماضيه كانت ان بيمون دو ليسانس 10,000 جنيه، تمينا فجاه نعاد 50,000 ولا 55، وما رانا كاع الناس اللي حصلت من جديد داروا عليها 100، عاد 155 حد انك تجبر الليسانس. وزيادة على المصاعب التي تواجه الصيادين التقليديين في عملهم، تتحدث الجبهة الجديدة عن غياب المساواة في الفرص وفي المعاملة بين الصيادين، داعية إلى التنسيق مع جميع الصيادين في أي إصلاح منشود للقطاع. اختتمت وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني السبت بالعاصمة نواكشوط ملتقى تشاوريا بحث تقويم كفاءة المدرسين الموريتانيين من أجل بلورة رؤى وأفكار تسهم في إصلاح المنظومة التربوية بالبلاد بحسب المنظمين. وقال الأمين العام للوزارة إيدوم العبد والجيد إن الهدف من التقويم هو تحديد درجة تحكم المدرسين والفرنسية والحساب والتربية التطبيقية بغية الموائمة بين التكوين المستمر وحاجات المدرسين.
يدخل ضيف. يدخل ضمن الاجراءات الهادفه مع معالي وزير التعليم الاساسي واصلاح قطاع التدريب الوطني. وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا دعوة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العرب المزمعة في شهرين نوفمبر وديسمبر من العام المقبل بقطر. قال الاتحاد الدولي في رسالة موجهة للاتحادية إنه سيقدم لاحقا تفاصيل أكثر عن طبيعة البطولة. وأدرجت رسالة الفيفا تنظيم البطولة في قطر في إطار تحضيراتها لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022. نهاية نشرة أخبار واحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. خمسة قطاعات حكومية توفد بعثات إلى مدينة سيلبابي تحسبا لفيضانات قد تضرب بعض أحياء المدينة وبناها التحتية. وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 6150، ثلاثة أشخاص منهم فقط يحتاجون الرعاية. ندوة صحفية في العاصمة نواكشوط تناقش واقع الصيادين التقليديين وتدعو إلى توفير بنية تحتية ووسائل للإنقاذ. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله. السلام عليكم.